السلام عليكم. النهارده انا عايز اقول لك لازم تتابع الفيديو، لان الزيت اللي احنا بنستخدمه وبنطلع عينه بقى في البطاطس وايش سمبوسك وايش كبيره تاني وايش عندنا بطاطس وكل حاجه صابع جبنه. بعد ما بنخلص الزيت ده المستخدم ده بنعمل فيه ايه؟ الفيديو اللي هتفرج عليه النهارده انا هقول لك الزيت ده بعد ما تبرد وتصفيه وتاخد القاروره الحلوه اللي قدامك ديت تبداي اللي انت تصفيه وتبرديه وتجمعيه عندك، وهقول لك على عروض هايله جدا 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 بالزيت ده ومش هيكلفك حاجه خالص. تابع الفيديو وشوف هقول لك العروض اللي مقدماها اويل كاش معانا، لانها شركه سريعه جدا وتيجي لك في اسرع وقت ممكن. زي ما قلنا لكم في اول الموضوع اول الفيديو، يعني انا بجمع الزيت اهو، يعني انا بعد ما قليت عندي الفرايد اللي انا عملته وعملت التوست وعملت السمك عملنا اي حاجه بجمع زيتي بحطهم اديلهم القاروره ديت، وهم اصلا بيدوهاني كمان هديه. دي هديه ال 10 لتر، يعني لو حضرتك جمعتي 10 لتر من الزيت يكون بارد ومتصفي تاخدي المجموعه اللي انت شايفاها ديت. اصل مفيش اجمل من كده، حاجات منظفات للارضيه ومنظفات للازاز ومنظفات للهدوم للغسالات، يعني هو بيديكي باكج محترم جدا. ومعاهم كمان ال 10 لتر دول بيديكي اتنين القاروره ديت عشان تمليها تبقى عندك. طيب تعالوا ناخد شوف الباكج بتاع ال 5 لتر، يعني لو عندي 5 لتر بتاخدي قصادها ايه؟ الحاجات بتاعت ال 5 لتر، يعني لو عندي 5 لتر زيت متصفي اويل كاش بتديكي برضو الباكج اللي قدام حضرتك ديت، عندك السلكه ديت، عندك الاسبونشا، عندك المنظفات ديت، البريل، عندك حاجات كتير جدا، وعندك القاروره كمان اللي هيديها لك ويساعدك انت ما تعمليش حاجه، ومعاها كمان القمع اللي انت هتصفي بيه واللي انا علمتك ازاي اللي انت تخزني بيه الزيت بتاعك. طيب في كمان عروض تانيه، تعالوا نشوف هما بيعملوا ايه تاني بال 5 لتر وبال 10 لتر هدايا تانيه غير اللي انتوا شايفينها ديت، يلا بينا نشوف. نيجي بقى لتاني حاجه، يعني هما عاملين منظفات، لا وعاملين لك كمان حاجات للادوات المنزليه، حاجات جميلة جدا، كبة اليدوي ديت الجميلة وفيها سلاح تقدري تستخدمي فيها حاجات خفيفة زي مثلا جزرة كده وبصلاية، عايزة تفرم أي حاجة يدوي كده تفرمها وتطلع بالشكل ده. عندك السلاح بتاعها قدام حضرتك أهو، عندك الاسباتولا اللي قدامك السيليكون، الفرشة السيليكون، عندك اتنين قارورة، فحاجات جميلة جدا. دي باكج الكام؟ ال 10 لتر. تعالوا نشوف عندنا ال 5 لتر، والله أنا شايف ال 5 لتر حاجة حلوة جدا. مصفى سيليكون دي بص بتتفتح وتتقفل عشان ما تاخدش مكان عندك. عندك القطاعات بالأسلحة بتاعتها زي مثلا تقدري تعملي بطاطس منها صوابع وحاجات وأشكال كتير تقدري تستخدميها من حاجات بتاعتها. طيب لو مش عاجبك أدوات النظافة ولا عاجبك أدوات المنزلية، عندك موضوع الزيت، تقدري حضرتك تاخدي القارورتين دول والأربع أزايز زيت اللي قدام حضرتك مع القمع كمان. لو عندك 10 لتر من الزيت المتصفي تاخدي الكلام ده كله. طيب بالنسبه لل 5 لتر الزيت، لو عندك الزيت مش نضيف ال 5 لتر تقدري تاخدي وتبدلي مكانهم العرض ده اللي هو ازازتين اتنين من الزيت والقاروره اللي قدام حضرتك والقمع. طيب مش عاجبك الكلام ده خالص ومش عايزه الزيت، لا عاملين برضو عرض للمدارس، تاخدي على ال 5 لتر يا اما تاخدي اللانش بوكس اللي قدام حضرتك ده مع الزمزميه ومع القاروره ومع القمع. مش عاجبك اي حاجه من اللي احنا بنقولها دي خالص بقى وعايز تاخدي نقدي، برضو عندهم الاوبشن ده. عايز اقول لكم الاويل كاش هسيب لكم اللينك بتاعها في اسفل الفيديو. هنيجي بقى على السؤال اللي احنا عارفين اللي احنا بنسال عليه، يا شيف هم الشركه اللي انت بتقول عليها اويل كاش بتاخد الزيت وتوديه فين؟ دول اوروبا يا فندم. عايز اقول لك اللي هي بتحتاج الزيت ده يعني احتياج مش طبيعي، لانهم عندهم فقر في موضوع الطاقه. طيب بياخدوا الزيت ده بيصنعوه بيطلعوا منه شقين اتنين، بيطلعوا منه البايو ديزل اللي هم بيستخدموه بديل للسولار للعربيات وللطيارات وحاجات كتير جدا، وتاني شق اللي هو الجريسلين اللي هو بيخش فيه صناعه المرطبات والحاجات الباقيه، عشان بس نبقى عارفين الزيت ده بيروح فين. في نهايه الفيديو عايز اقول لك اللي هو ده العمل ده لازم كلنا نساهم فيه، لان احنا فعلا بنحافظ على البيئه. بس اهم حاجه اللي تاخد بالك منها اللي انت تخلي بالك اللي هو مش اي حد تديله الزيت بتاعك، مش اي حد ماشي في الشارع بتديله الزيت بتاعك، ده حاجه مهمه جدا جدا وتخلي بالك منها. تديش الا للشركات معتمده زي اويل كاش، عشان كده كنت لازم اطلع واتكلم عليهم، لانهم هم مميزين جدا في حاجتين اتنين. السرعه بتاعتهم، يعني هم خلال اسبوع بيبقوا عندك، وممكن يكون اقل من كده بكتير، لكن هو الحد الاقصى ليهم هم اسبوع ان شاء الله يبقوا موجودين عندك. تاني حاجه عندهم التشكيله كتير قوي، يعني هو مش حاجة واحدة بس اللي هو بيقول لك حاجة قصاد حاجة، لا ده حاجة في عندك خمس حاجات تقدري تختاري ما بينهم اللي يناسب حضرتك في البيت وايه اللي ناقص عندك في البيت وتقدري تختاري من عندهم.
يا رب الفيديو ان شاء الله ينول اعجابكم. الفيديو ده عامله عشان فعلا احنا لازم نحافظ على البيئه، ما ينفعش نرمي زيت عندنا في حوض ولا في بلاعه ولا في اي حاجه خالص. الزيت كل اللي حضرتك بتعمليه اللي هو يجيب لك القاروره ويحطها لك، وانت حضرتك كل اللي عليكي ان انت تمليها وتتصلي بيهم او تبعت لهم رساله على الفيسبوك، وهسيب لكم اللينك بتاعهم في اسفل الفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله، سلام عليكم.